السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. متواجدين اليوم في منطقة جدة، بالتحديد في سوق وحراج العزم، لتغطية مزاد الأستاذ أحمد مساعد المعجب الخامس على جلب طريان وارخال من إنتاج حلالة. راح نوضح لكم إن شاء الله الأسعار وننقلكم الشيء المعروض. والله يحيي الجميع. يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويجعلنا من الفائزين بليلة القدر. قولوا امين. ويجعل مسكن الله يجعل الفردوس الاعلى مسكننا ومسكن والدينا والديكم. الله يحييكم جميعا. اما بالنسبه للمزاد اليوم فهو على انتاج مراحل مبروكات السابق، كان المراحل لحد المعجم، وتم البيع على الاخ علي السعدي ابو عبد الرحمن. وهذه الانتاجات انتاجات مراح الساحل الغربي اللي هو المبروكات سابقا. اسال الله ان يبارك لنا ولكم ويجعلها عونا لنا ولكم على الطاعه، وحياكم الله. اخوان هاي الرب هاي الحاضرين ابن حلال افتح الباب. نقول كم يا اخوان؟ نقول 2000 2000 ريال 2000 2000 2000 ريال 2000 ريال 2000 ريال 2000 ريال. هاي اخواني هاي الربع هلا ومية ومية ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية. ما شاء الله تبارك الله. ألفين ومية أقول ميتين. ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية. والزين يستاهل إخواني. ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية. ما هي قيمته يا الربع؟ ما هي قيمته؟ ألفين ومية ألفين ومية ألفين ومية. حراج أخي مرة أعطيه 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100. والزين يستاهل 2100 2100 2100. هاي إخواني هاي الربع هاي الحاضرين 2100 2100 2100 2100 2100 2100. حراج أخير. هاي إخواني هاي الربع هاي الحاضرين. ترى الطلي ماخذ حقه يا إخوان. ما هي قيمته يا الربع؟ 2100 2100 2100 2100. هاي إخواني هاي الربع. أحد عنده زود على 2000 ريال؟ مرة أعطيه أبارك له يا راعي. 100 2100 ألفين ومية 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 ألفين ومية. هيا طيب أقول ميتين طريستا مرة أعطيه أبارك له. لا تقول لي ما كلم ما شاور. هيا إخواني الله يبارك لك يا طيب. الاسم الكريم ابو رياض. الله يبارك لك. الاسم الكريم ونعم يا ماجد. ماجد الحربي 2004 جحدري حق المشوار مكسب ومضمون. خلي انا عارف من زبيدي. عارف ام رحمه. ها مرة نعطيه نبارك له. لا تقولي ما كلم ما شاور ما جنح. أحد عنده زوج إخواني؟ الله يبارك لك يا سيدي. محمد السلمي ترى غلط.
الصنف 4000 ريال هاي اخواني هاي الربع الحاضرين عند من ومية عند من ومية 4000 ريال يا اهل الزين يا اهل الصنف يا اهل النوادر ما شاء الله تبارك الله 4000 ريال وحرج خير نعطيه نبارك له لا تقول لي ما كلم ما شاور ما قنع يا معجب تقنيع وبيع يا بلاش والله يا بلاش يا تقنيع وبيع يا اخوان واللي ما شرى ايش 1700 هاي اخواني هاي الرب هاي طيب هاي طيب 1700 مرة أعطيه أبارك له لا تقول لي ما كلم ما شاور خليه يقنعني هذا ما قنعني أهلنا الكرام قبل ننهي تغطيتنا نأخذ لقاء مع الأستاذ أحمد مساعد المعجب صاحب مراح العزم وسوق العزم للمزادات حياك الله يا أبو عبد الله حياك الله ومرحبا كلمة توجهها للمتابعين هذه الليلة أقول أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير وشهر مبارك علينا وعليكم صلى الله لنا ورحمة القبول آمين أبو عبد الله عطنا فكرة عن مراح العزم وآخر مشتروات المراح طبعا مراح العزم مؤسس من أفضل مرحال في الساحة مراح رعد الشمال مالك محمد بن حريبيش وديناني ونايف مراح مشاهرات المالك فهد بن حريبيش وديناني أبو عبد الله مسيان بالخير تم شراء 200 رخ من محمد بن حريبيش ومثلها من فهد بالنسبة للفحول الفحل المبروك مشترى من حلال إبراهيم بن إيال أبرق قدره 120 ألف ريال الفحل اندار إنتاج مراحل حزم من أخوي ورفيق درب طلال مرزوق المقاطي أبو نواف كذلك الفحل فخر إنتاج مراحل الشيخ سعود الطجر رحمة الله عليه تم تدعيم قبل فترة بسيطة تم تدعيم مراحل عزم ومشتروات كبيرة لله الحمد فحلين من أندر الفحول في الساحة إنتاج الفحل اليورو ومراحل معمرات المالك عيد الحليفي تم شراء الفحل الجوكر من مراحل معمرات 70,000 ريال تم شراء فحل من صالح زويد إنتاج الفحل اليورو برضو إنتاج معمرات مبلغ قدره 60,000 ريال كذلك تم تدعيم المراح بعدد من الرخال إنتاج مراح مغمرات وكذلك عدد من الرخال إنتاج مراح القمة للشيخ صالح زويد أبو نايف كذلك تم شراء إنتاج كامل إنتاج مراح مغمرات إلى نهاية العام إلى 30/12 أي إنتاج عند أبونا أبو رعد بحساب مراحلات ما شاء الله تبارك الله نسأل الله البركة لنا بإذن الله بعد رمضان يوم 25 شوال يوافق يوم جمعة هيكون هناك مزاد خاص لإنتاج مراحل العزم كأول إنتاج للمراحل كأول مزاد لإنتاج المراحل المؤسس من كما ذكرت من مرحام مشهودنا في الساحة المشاهرات رحلة الشمال المعمرات مراحل القمة فكونوا في الموعد الله يحييك أي فرصة سعيدة يا أبو عبد الله التقينا فيك اليوم ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إحنا أسعد يشهد الله إن أول شيء تعرفت عن قرب فيك يا محمد. الله يبارك فيك. حلال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يتم علينا الصيام والقيام ويجعلنا من المقبولين الفائزين. آمين إحنا وإياكم إن شاء الله. آمين إحنا وإياكم إن شاء الله. شاكر لك يا أبو عبد الله. وفقك الله يا حبيبي. يا هلا.